أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على حادثة اختطاف ميليشيا الحوثي لوزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان وممارسة الميليشيا لانتهاكات فظيعة بحق المختطفين في سجن حنيش بالحديدة. اختطفت ميليشيا الحوثي وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان من منزله في صنعاء، وقال نجل الرويشان إن الميليشيا اختطفت والده صباح اليوم من منزله في العاصمة صنعاء، هذا ولقيت الحادثة ردود فعل غاضبة رسمية وشعبية. في سياق متصل قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق انتهاكات فظيعة ضد مدنيين داخل سجن حنيش الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة. أوضح المرصد في تقرير أعده بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين أن المحتجزين في سجن حنيش يتعرضون لتنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي، فضلا عن حرمانهم من الطعام والدواء ومنع أسرهم من زيارتهم. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: دلالة اختطاف وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان وردود الفعل الرسمية والشعبية، كما نناقش في المحور الثاني الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجن حنيش بالحديدة. قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. لم تمضي ساعات عدة على انتهاء يوم المختطف اليمني إلا وأضافت ميليشيا الحوثي إلى هذه القائمة التي تضم عشرات الآلاف مختطفا آخر، لكنه في هذه المرة ليس اسما عاديا بل اسم يعرفه اليمن. خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق، رمز للكلمة الحرة وصوت شجاع لم يصمت طوال سنوات الانقلاب الخمس، ومن مدينة تحيط بها ميليشيا الحوثي من كل جانب، ظل منحازا للشعب ناقدا لانتهاكات الميليشيا. منذ انقلاب الحوثيين لم يغادر مدينة صنعاء التي عشقها وتوجها بجهوده عام 2004 لتكون عاصمة للثقافة العربية ومزارا للمثقفين العرب. وحين يذكر اسم الرويشان فإنه يستدعي في الذهنية الوطنية قائمة طويلة من المنجزات الثقافية والفنية للبلاد. المعلومات الواردة تقول إن ميليشيا الحوثي داهمت بالمدرعات العسكرية صباح اليوم الأحد منزل الوزير الأسبق بالعاصمة صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة. اختطاف الرويشان يعني محاولة لإسكات الصوت الأخير وإغلاق الطريق أمام الحرية. ردود فعل واسعة إزاء الحادثة، حيث ندد سياسيون وصحفيون وناشطون باعتقاله وطالبوا بسرعة الإفراج عنه. رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر اعتبر اعتقاله حماقة جديدة واصفا إياه برمز الكلمة الحرة. ومثله أيضا اعتبرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ووزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية محمد عسكر. وفي سياق الحديث عن معاناة المختطفين، فإن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وثق انتهاكات فظيعة لمدنيين داخل سجن حنيش الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة. تقرير أعده مع رابطة أمهات المختطفين ذكر فيه أن المحتجزين في سجن حنيش يتعرضون لتنكيل وتعذيب جسدي ونفسي، فضلاً عن حرمانهم من الطعام والدواء ومنع أسرهم من زيارتهم. الصورة التي وضعها المرصد عن حياة المختطفين داخل السجون لم تتوقف عند النقاط السابقة، فقد أضاف إليها التعذيب والتحرش الجنسي. الواضح أن قائمة الاختطاف الحوثية ما تزال طويلة ولن تغلق باعتقال خالد الرويشان، فطريقها ممتلئ بالسجون والضحايا الجدد الذين سنسمع عنهم في الأيام القادمة. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من إسطنبول رئيس مجلس شباب الثورة محمد المقبلي. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا أهلا مستر سالم، أهلا وسهلا بك. نعم، بداية ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن حادثة اعتقال الرويشان؟ في حقيقة الأمر سالم، الحادثة أكثر من كونها عملية اختطاف، طبيعة ما تم من مداهمة البيت والقوات العسكرية الواسعة جاءت إلى منزل شخص أعزل، والمعلومات التي واردتني تشير إلى أن القوات التي هاجمت البيت بتلك الأسلحة وبتلك العتاد كانت تذهب إلى ما هو أخطر من اختطاف خالد الرويشان، وفق تقديري الشخصي إلى تصفية الرجل، عملية المداهمة وكسر الأبواب والانتشار المسلح. أعتقد أنها كانت لديها أوامر معينة فيما لو تحرك أو
حاول حتى أن يفاوضهم أو يناقشهم، ربما كانوا سيذهبوا إلى تصفيته. طبعا ما تم فيه تكسير الأبواب كامل، تم فيه أيضا توجيه الرصاص، وكان في المنزل وحيدا وأعزل، ليس في المنزل إلا هو وبنته وبنات أخوته. أيضا عملية العبث ببعض الأوراق وبعض الوثائق داخل منزله كانت أيضا من الإشارات التي يمكن القول أن ما حصل كان أشبه باقتحام عسكري متكامل لمنزل أزل ووحيد. حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة إلى أي جهة تم اقتياده، لكن أنا أتابع أولا بأول أن هناك اجتماعات قبلية واسعة سواء من أسرة الرويشان أو من قبيلة خولان الذي ينحدر منها. نعم. سنتطرق إلى تفاصيل حول هذا الاعتقال. ينضم إلينا أيضا المستشار القانوني، ينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. سيد توفيق، مرحبا بك. مرحبا بك بضيفك وبجميع مشاهدي قناتكم. إذن في البداية، كيف تعلق على حادثة اختطاف وزير الثقافة الأسبق من قبل ميليشيا الحوثي؟ طبعا عملية الاختطاف هي تأتي في سياق عام تمارسه جماعة الحوثي ضد حرية الكلمة. جماعة الحوثي منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء تسعى إلى تنميط البلاد كلها بسياسة اللون الواحد، أغلقت كل القنوات، أغلقت كل الصحف، ذهبت إلى ممارسة انتهاكات قاسية وبشعة، وصلت حد الإعدام، حد القتل، الحكم بالإعدام، الإخفاء القسري، التعذيب. اليوم ما يمارس ضد الوزير السابق خالد الرويشان هو أشبه ما يكون، نستطيع أن نقول، الوصول إلى أعلى درجة من هذه البشاعة، خاصة وأن الجماعة اليوم تحت ضغط شديد سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي بسبب الأحكام التي أصدرتها ضد الصحفيين الأربعة. تعرت الجماعة بصورة كبيرة جدا، منظمات دولية كثيرة، منظمات كثيرة هددت جماعة الحوثي بالمقاضاة. كان هنالك ردة فعل أيضا من قبل وزراء خارجية الدول من السفارات، كان هنالك حملة نشطة، حتى أن جريفيث عندما تجاهل قصة الإعدامات كان عليه ضغط شديد من الناشطين اليمين. أعتقد اليوم جماعة الحوثي استهدافها للرويشان بدرجة أساسية، ربما في إطار عملية داخلية إلى حد الآن لم يكشف عنها. أيضا هي تريد أن تحرف البوصلة تماما، لأنه لا يوجد شخصية أو قامة ثقافية ويمنية في هذه المرحلة يمكن أن تلفت الأنظار، خاصة في العاصمة صنعاء، مثل الوزير خالد الرويشان. ولذلك جماعة الحوثي تريد أن تخلط كل الأوراق في هذه المسائل، لأن الوزير يحظى باحترام داخلي وخارجي وعلى المستوى القريب وعلى المستوى البعيد، وبالتالي هي تريد أن تقول أيضا رسالة أنها مستعدة أن تذهب إلى أبعد مدى، إلى الخطوط التي لا يمكن أحد أن يتوقعها، خاصة وأن الوزير الرويشان ظل ذلك الصوت الجمهوري. نعم. العالي الذي يعبر بوضوء عن الشرعية والجمهورية والهوية اليمنية من داخل العاصمة صنعاء دون أن يتردد أو يلين أو يداهم في لحظة من اللحظات. إذن سيد توفيق، أنت أشرت إلى أن الحوثيين يريدون خلط الأوراق، وتأتي هذه الحادثة في سياق عام. محمد المقبلي، نعرف أن الميليشيا منذ انقلابها على صنعاء كانت هناك حملات شملت كل المعارضين لها في صنعاء. هنا نتحدث عن دلالة التوقيت لهذا الاعتقال الآن. أعتقد يا سالم أنه أسوأ ما في الاختطاف قد حدث دون أن يتم الحديث عنه، وهو اقتحام المنزل فجرا بطريقة الغرض الرئيسي منها هو الإرهاب. وإلا ماذا يعني القدوم فجرا واقتحام وتكسير الأبواب والنوافذ وتجاهل كبير كون الرجل وزير سابق ويحظى بوزن ثقافي واجتماعي كبير. لكن هنا محمد، أنا أتكلم على دلالة التوقيت، وفي هذا الوقت نعرف أن السيد محمد الرويشان وهو شخصية استثنائية مثقفة في صنعاء، لكن لم يتم اعتقاله منذ 2015. ما دلالة اعتقاله الآن في هذا التوقيت؟ سأدخل يا سالم من خلال هذا الجزئية، أنا سأدخل لكي يعني أتحدث عن
عن الدلالة التي طرحتها في سؤالك المهم، أنه كان الهدف هو يعني على سحق أي اعتبارات سياسية أو اجتماعية أخرى. لماذا لم يعتقل؟ المعروف أنه هناك قبيلة واسعة، حاضنة اجتماعية واسعة تمتاز بالترابط القبلي المسلح، ولديها موقع جيو استراتيجي مؤثر على سير العمليات العسكرية، أقصد بهنا خولان ومدى محاذاتها للصروع بشكل أو بآخر. هذه أحد السبب الأهم. أيضا التأثير الطاغي لشخصية خالد الرويشان في الرأي العام الشعبي بشكل واسع. هذا السبب الثالث، أن هنالك كما هو واضح من أقارب الأستاذ خالد الرويشان ممن لهم تواصلات مع تلك الميليشيات وحالوا دون عملية الاختطاف بشكل واضح. النقطة اللي هي مهمة وفي غاية الأهمية، أنهم حاولوا بقدر الإمكان أن يبقوا على شيء ما يتباهوا أمام المجتمع الدولي أو المبعوث الأممي أو حتى المجتمع المدني، في أنهم لا يزالوا يقبلوا بالصوت الآخر طالما أن هذا الصوت الآخر خارج الكيانة المنظمة سياسيا أو ما شابه. وبالتالي أنا أرى أن الدلالة في هذا التوقيت على وجه التحديد هو لها للأمر علاقة مباشرة بطبيعة ما يدور من معارك في صرواح قرب خولان. لكن هناك أيضا من يقول بأن الرويشان يحتمي بقبيلة خولان طيلة هذه الفترة، وهو يعني يقوم بمقارعة الميليشيا من الداخل. ما المتوقع الآن من القبيلة برأيك؟ أنا أعتقد شوف أن الرويشان يستند أكثر شيء إلى الحماية الشعبية. يعني أنا من خلال معرفتي به وكثير من الزملاء نلاحظ أنه يحتمي بالحماية الشعبية، لكن أنا في تقديري الشخصي ما حصل باعتبار أنا أفهم كثيرا في الأعراف الاجتماعية هو ينتمي من اقتحام البيوت والساكنين وفيها مثلا النساء، ينتمي إلى ما يسمى بالعرف الاجتماعي القبلي بالعيب الأسود. هذا العيب الأسود يعد مس كبير جدا في الحد الأدنى من القيم الاجتماعية الذي تشكل أحد عوامل العرف القبلي الأساسي. وبالتالي يعني يرى كثير من أبناء خولان أن بهذا العملية وبهذا الإجراء قد ضربت يعني هذا الأعراف الاجتماعي في الصميم. وأنا أتوقع أن هنالك أحداث ربما لم تكن تحسب لها مليش الحوثي حساباتها، وأن خالد الرويشان أكبر مما تخيلته وأن ردود الفعل أكبر مما توقعته. وأنا أتوقع وأتابع بشكل دقيق جدا أن هنالك ترتيبات اجتماعية ربما إذا لم يتم إطلاق سراحها في أقرب وقت سيكون هنالك خطوات لها علاقة بحدث ما. سيد توفيق، من الواضح اليوم أن هناك ضرب للأعراف الثقافية والمجتمعية في اليمن خاصة في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي. الواضح أن لا أحد من المعارضين يمكن أن ينجو من التنكيل من قبل جماعة الحوثي، كيف ترى ذلك؟ هذا أمر واضح منذ بداية الاقتحام العاصمة صنعاء. جماعة الحوثي تسعى إلى إيجاد أن نستطيع تكسير كافة الأعراف القبلية الاجتماعية بشكل عام، ومحاولة صناعة بيئة وثقافية تتوائم مع توجهاتها الجديدة وعلى ما وصلت إليه جماعة الحوثي ما يتعلق باعتقال النساء. احنا عندما أصدرنا تقرير ماذا بقي لنا عن النساء لم يكن أحد يتصور أن هذا الأمر يمكن أن يحدث في العاصمة صنعاء أو في المجتمع اليمني بشكل خاص، إضافة إلى اليوم الحوثيين يسعوا حتى إلى عسكرة المجتمع النسوي من خلال إيجاد جهاز آخر يساهم في اقتحام البيوت والتلصص على النساء والإيقاع بهن واختطافهن، وهذا وصل إلى أقصى مدى بالنسبة للأعراف اليمنية. أنا أعتقد القبيلة اليمنية الحوثيين داسوا عليها منذ خروجهم من جبال مران في صعدة حتى مروراً إلى صعدة، حتى قبيلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح لم تصنع له شيء، بل أن بعضهم تنصل منه برغم كثير من الأمور حدثت لأناس اقتحمت بيوتهم، قتلوا في بيوتهم، كانوا مشايخ وكانوا ذو نفوذ اجتماعي إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم يعني نحن لا نستغرب من هذه الجماعة أن تذهب إلى أبعد مدى، بل أنه من يتابع ما حدث في حجور بعد اقتحام هذه المديرية التي قاتلت مع الشرعية في لحظة زمنية فارقة كان يمكن أن تغير هذه المعادلة،
سيجد أمر لا يمكن للإنسان يتصوره أن يحدث بين اليمنيين أو 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 يتوقع أنه كان سيحدث. عملية نعم. اقتحام البيوت، الإعدامات، النهب، السلب إلى غير ذلك. نعم. وبالتالي نحن نتمنى أن تشكل هذه الحادثة اليوم نقطة انعطاف مهمة في مسيرة الصراع مع جماعة الحوثي. وأنا باعتقادي إذا مرت عملية اقتحام اليوم، اعتقال الوزير الرويشان، وبدون أي مساءلة حقيقية، أعتقد سيكون لها ما بعدها للأسف الشديد. نعم سيد محمد مقبلي، هناك الآن ضجة حول هذا الرجل، وكأنه قيمة مثقف ورجل دولة سابق، وهناك أيضا اعتقاله الآن أصبح مجهول ولا أحد يعرف مكانه. كيف تقيم ردود الفعل الرسمية والشعبية إزاء هذه الحادثة؟ أنا بصراحة سالم أرى أنه اليمنيين لا يزال لديهم عافية تجاه مسألة الحقوق والحريات تحت كل الظروف. أيضا ردود الفعل يمكن توزيعها في ثلاثة أدوار. ردود الفعل الاجتماعية المقصود بها القبلية ستستمر الأيام القادمة، وأنا أعلم أن هناك اجتماعات مستمرة من لحظة اختطافها. ردود الفعل النخبوية كانت رائعة، خروج شخصية بحجم الدكتور عبد العزيز المقالح وهو في هذا السن وهو في هذا العمر ليقول رأيه ويدين اعتقال خالد الرويشان ويدين اعتقال كل معتقلي الرأي، وهو الذي حاول بحكم السن الذي هو فيه أن يظل في مشروعه الكبير المتمثل بحفظ الذاكرة في مجزرة أبحاث، هذا أمر في غاية الأهمية. الرأي العام الإعلامي واسع جدا يعني، لكن هل تعتقد أن هذا الرأي العام وهذه الآن الضجة سيد محمد يعني سيضطر الميليشيا الحوثي للإفراج عنه أم سيستمرون باعتقاله؟ لا أنا سأقول لك من الذي سيبدأ يخشى ويبدأ يذهب إلى إطلاق سراحة. الواجهة الأمنية، الواجهة الأمنية المعروفة، وأقصد بذلك يحيى الشامي وعبد القادر الشامي، المسؤولية الجناح الأمني والعسكري للميليشيا في العاصمة صنعاء. هؤلاء يوم من الأيام كانوا رجال دولة ويدركوا أن الميليشيا هذه ستسبب في ثارات واسعة إذا استمروا في كل هذا التمادي. هذه نقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية، ما الذي سيعمل الرأي العام الشعبي؟ الرأي العام لا أبدا لا يمكن الاستهانة به على الإطلاق تماما. هذا سيتحول في لحظة من اللحظات إلى زلزال، وخصوصا أن المحيط الاجتماعي الذي ينتمي إليه خالد الرويشان مهم جدا وحساس ومتعلق بطبيعة المعركة الحالية، وعلى الشرعية أن تلتقط هذا الأمر. نعم شكرا لك محمد المقبلي، كنت معنا من إسطنبول، رئيس مجلس شباب الثورة. ينضم إلينا أيضا المستشار القانوني لدى المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان محمد عماد. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم. أنتم في المرصد الأورو المتوسطي، كيف توصلتم إلى الانتهاكات التي وقعت في سجن بالحديدة؟ نعم في البداية تحية لكم وللسادة المستمعين والمشاهدين. حقيقة التقرير الأخير الذي قمنا بإطلاقه هو كان والذي يحمل باسم قوقعة الحوثي السوداء، وهو يستعرض الأوضاع المأساوية لسجن لم يكن يعرف عنه، هو سجن حنيش والذي يحتجز فيه عشرات الأبرياء اليمنيين دون أي تهم قانونية كما تفعل قوات الحوثي بكل من يعارضها. لكن حقيقة ما كان اللافت في هذا التقرير الذي أصدرناه هو الانتهاكات الإنسانية والجسيمة الغير مبررة والصادمة حقيقة من بعض الشهادات التي جمعناها بالتعاون مع جمعية أمهات المختطفين في اليمن، والتي ساعدتنا في الوصول إلى أولئك إلى بعض المواطنين الذين أفرج عنهم الذين عانوا الولايات داخل السجون. هذه الشهادات عندما جمعناها الأمر استدعى أن يكون هناك تقرير يسلط الضوء على مثل هذه الانتهاكات الوحشية، والتي تغيب عن بال الكثير من الحقوقيين وعلى عن بال المجتمع الدولي والحكومات الأوروبية التي ما زالت صامتة إلى هذا اليوم تجاه الجرائم التي ترتكبها قوات الحوثي من عام 2014 إلى هذا التاريخ. بالنسبة للتبعات القانونية لهذه الانتهاكات كيف ستكون؟ نعم لا شك، دعنا نؤكد في البداية أن مثل هذه الجرائم تدخل في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية اللي تضاعت الانتهاكات التي قامت بها قوات الحوثي والإدارة المسؤولة عن تلك السجن والمعتقل، وبالتالي تستوجب معها تحريك المسؤولية الجنائية الدولية بحق أولئك الأشخاص سواء كانوا مسؤولين عن إدارة السجون أو أيضا المسؤولين من الحوثيين. لكن دعنا نؤكد هنا أن السؤال الأهم هو
كيفية تحريك المسؤولية القانونية الجنائية بحق أولئك المخالفين للقانون الدولي. وهنا تكمن المعضلة الأساسية بأنه لا يوجد تحرك حقيقي من قبل المؤسسات الدولية، والدليل غياب مثل هذه الأرقام والتقارير والشهادات المروعة عن بال الكثير من الجهات النافذة داخل الأمم المتحدة أو على المستوى الأوروبي. وبالتالي نحن في البداية بحاجة لوصول مثل هذه المعلومات أو إيصال مثل هذه المعلومات إلى القوى الضاغطة في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة بشكل خاص، ومن ثم الانطلاق من قبل المؤسسات الحقوقية التي تعمل في اليمن وغيرها من المؤسسات الدولية كالمرصد الأورو المتوسط لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، كي تعمل على تشكيل جبهة ضغط واحدة باتجاه تحريك سلطات الأمم المتحدة. ونحن نخص بالذكر هنا مجلس لم يكن أنه الأداة التنفيذية من أجل وقف سلسلة الانتهاكات التي تحدث بحق اليمنيين. السجن حنيش هو ليس السجن الأول الذي يتم كتابة تقارير حقوقية عنه والذي يرصد حالات مشابهة لمثل هذه الحالات التي قمنا برصدها كمرصد الدور المتوسط، لكن هناك سلسلة طويلة من الانتهاكات. نتمنى أن يكون هناك دور حقيقي للمؤسسات الأوروبية والمؤسسات الدولية الفاعلة لوقف مثل هذه الانتهاكات. إذن في سياق البحث عن دور حقيقي وتحرك قانوني، سيد توفيق، بخصوص تقرير المرصد الأورو المتوسطي، كيف تنظر إلى ما ورد في هذا التقرير؟ في حقيقة الأمر ما جاء في هذا التقرير هو استكمال لمجموعة التقارير التي صدرت عن السجون السرية والغير قانونية لدى جماعة الحوثي في اليمن. جماعة الحوثي اليوم يعني نستطيع أن نقول أنها حولت اليمن بشكل خاص أو بشكل عام إلى سجن كبير، ربما هذا أحد السجون اليوم في جزيرة حنيش البحرية. وتحدث عن أساليب وطرق جماعة الحوثي المعروفة في كل السجون الموجودة في الجمهورية اليمنية، وإن كان بصورة أكثر بشاعة وأكثر قسوة. لكن يبقى السؤال اليوم، كيف يمكن أن نوصل الصوت اليمني إلى كافة المحافل الدولية؟ بمعنى كيف يمكن أن نراجع حتى الأداء اليمني والحقوق اليوم على المستوى العالمي بحيث يكون مؤثرا؟ للأسف الشديد أنا باعتقادي أن لجان التحقيق والمجتمع الدولي أصبح يعرف عما يدور في اليمن بصورة واضحة وجلية وقوية، لكن ردة الفعل إلى حد اليوم بطيئة أو ربما نقول خجولة ومنعدمة. ربما الجميع اليمنيين على وجه الخصوص الذين اصطدموا بأحكام الإعدام التي صدرت بحق الصحفيين الأربعة تفاجأوا بأن المبعوث الأممي جريفيث في إحاطته الأخيرة لم يتطرق إلى أحكام الإعدام لا من قريب ولا من بعيد، وكأنها حدثت في المريخ ولم تحدث في اليمن المشمولة بولايته. وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة اليوم، كيف يمكن أن نحول هذه الانتهاكات إلى صوت قوي وضاغط على المؤسسات على الجهات المعنية أمام المجتمع الدولي بحيث تمارس ضغط شديد وقوي على جماعة الحوثي؟ لأننا على يقين بأن هنالك أكثر من سجن لم يفضح، لأن جماعة الحوثي دائما تتخذ سياسة تغيير السجون، بمعنى كل مرة تفتح سجون جديدة وتغلق سجون قديمة، وبالتالي يصبح من الصعب تتبعها واستقصائها لكل السجون. نعم، شكرا لك توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. نعود إلى السيد محمد عماد، ألا ترى بأن التقصير في التعامل كما أشار ضيفنا توفيق الحميدي مع انتهاكات الحوثيين من قبل المنظمات الدولية شجع الميليشيا على ممارسة مزيد من الانتهاكات؟ بالضبط، وهذا ما كنا نطالبه ونعبر عن خشيتنا منه، من أن استمرار الصمت الدولي الغير مبرر حقيقة جراء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين العزل دون أن يكون هناك محاسبة دولية أو على الأقل تحرك بسيط على المستوى الدولي أو تحرك شارع على المستوى الدولي، هو الأمر الذي شجع وساعد قوات الحوثي وشكل غطاء غير مباشر لتلك القوات للاستمرار في ممارسة انتهاكاتها. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يعلم أنه في حال استمراره في سلوكه الصامت اتجاه الجرائم التي تحدث بحق المدنيين والسكوت عن العدد الكبير من التقارير التي ترصد الانتهاكات التي تتم بحق المدنيين اليمنيين، فإن مثل هذه الأعداد مرشحة للزيادة سواء كان على مستوى الأفراد أو على نوعية الانتهاكات. بمعنى أنه الناظر إلى التقرير الأخير الصادر عنا كمرصد أورو المتوسطي يرى أن هناك انتهاكات حقيقية وغير إنسانية يدنى لها الجبين جراء ما تقوم به قوات الحوثي تجاه المدنيين المعتقلين هناك. وبالتالي
استمرار هذا الصمت هو المظلة التي يستند إليها تلك القوات والتي من خلالها تقوم بالاستمرار بانتهاكاتها بحق المدنيين اليمنيين. من خلال منبركم نؤكد عن قلقنا وتعبيرنا الرافض لمثل هذه الانتهاكات، وندعو أيضا مرة أخرى الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن أن يكون له خطوات جدية للتحرك بشكل حقيقي على أرض الواقع لوقف الانتهاكات القانونية بحق المدنيين في اليمن ووضع منتهكين القانون الدولي في مصاف المساءلة الجنائية الدولية. شكرا جزيلا لك محمد عماد، المستشار القانوني لدى المرصد الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان، وأيضا الشكر موصول لرئيس منظمة سامي الحقوق والحريات توفيق الحميدي كان معنا من فيينا، وأيضا من اسطنبول رئيس مجلس شباب الثورة محمد المقبلي، والشكر موصول لكم والتحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وفي أمان الله.